السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الدرس الثاني اللي هو الدار الكهربائية والأجهزة الكهربائية. الحصة الأولى وركبوا دارة كهربائية بسيطة. جو رياليز ان سيركوي إلكتريك اللي هو سامبل. إذا من المعروف لدى سمير أن المصابيح البيت أو أن مصابيح البيت تنير وتنطفئ بلمس الأزرار، لكنه لا يعرف السبب. يعني ما كيعرفش السبب اللي كيخلي هذوك المصابيح كتشعل وكتطفى من هذاك الزر. اذا هذا هو التساؤل الذي سنطرحه. اذا ما دور الزر في إنارة او انطفاء المصابيح او انطفاء المصابيح؟ اذا هذاك الزر شنو هو الدور ديالو؟ اذا علاش غير بلمسه زر كنطفيو المصباح ولا كنشعلو المصباح؟ بالنسبه للفرضيات فممكن ان نقول بان الزر يصل المصباح بالكهرباء او يقطعه عنه او يقطعه عنه. يعني ان المصباح هذاك الزر هو اللي كيخلي الكهرباء يوصل للمصباح الا شعلناه، والا طفيناه فالكهرباء ما غاديش يوصل للمصباح. الا طفينا الزر الكهرباء ما غيوصلش للمصباح وبالتالي ما غاديش يشعل المصباح. الا خليناه دايز يعني شعلنا الزر فالكهرباء غادي يدوز للمصباح وبالتالي غادي يشعل المصباح. غادي نحاولوا اننا نشوفوا الوضعيه ديال لانطلاق او الوضعيه التجريبيه اللي عندنا في افكر وانجز. اذا بطبيعه الحال خصنا نحضروا مجموعه من يعني الوسائل. اذا سنحضر مشابك معدنيه، مصباح، عمود، مسطح. اذا لاحظوا معي المصباح او العمود المسطح عفوا، المصباح شديناه بالمشابك مع الاسلاك النحاسيه اللي قبطناهم بالمشابك مع الاعمده. اذا هذه تركيب دارة كهربائيه بسيطه، وعندنا هنا واحد اللوحه خشبيه. اذا لاحظوا معي ثم غادي نجزو التركيب كما هو مبين في الاشكال. بالنسبه للدبابيس او المشابك، هاد المشابك نحاولوا اننا نخدمهم بالطريقه هذه. نحل المشبك ونلوي الطرف ديالو على هاد السلك هذا ونثبتوا المصباح بهذه الطريقه. واحد المشبك راه هنا وواحد الاخر في هاد الجهه هذه. اذا اصل الطرفين الف وباء، هاد الطرفين الف وباء، هاد الطرف ديال هاد السلك النحاسي مع الطرف الاخر. ثم سنسجل الملاحظات. اذا اكيد عند وصل الطرفين ماذا سيقع؟ سيضيء المصباح. اذا عند وصل الطرفين سيشتغل المصباح. اذا غادي نكتبوا عند وصل الطرف الف وباء يضيء المصباح. اذا عند وصل الطرف الف وباء ببعضهما فان المصباح يتوهج يعني يشتغل، لان الدارة الكهربائية مغلقة. سدينا الدارة الكهربائية. عندما نفصل الطرفين عن بعضهما فان المصباح لا يتوهج. اذا لا يتوهج لان الدارة الكهربائية مفتوحة. يعني الدارة الكهربائية كتكون مفتوحة. السؤال الثالث، أبين كيف يمكنني أن أتحكم في فتح أو إغلاق الدارة الكهربائية دون المساس بالأسلاك. إذا بلا ما نمس الأسلاك خصني ندير قاطع طيار. إذا وضع قاطع طيار، لأن ما يمكنش نبقى كل مرة نشد السلك يعني نجمعه بيدي وعاود نحيده بيدي. إذا خصنا نديرو قاطع طيار. اذا استنتج باستعمال قاطع طيار فتح اغلاق الدارة الكهربائية. اذا هنا غادي نديرو الاستنتاج. قاطع الطيار
يمكن من فتح وإغلاق الدارة الكهربائية. إذن الخلاصة، أستعين بالمفردات التالية وأستخلص. إذن الدارة الكهربائية البسيطة تتكون من عمود، هذو هما المكونات الأساس، عمود ومصباح وأسلاك توصيل الآن غادي نمر لنشاط استثمر. إذا ما هي عناصر الدارة البسيطة؟ إذا بالنسبة لعناصر الدارة البسيطة بطبيعة الحال هما هادو، عمود أسلاك مصباح. إذا عمود خص يكون عندنا عمود، أسلاك وتوصيل، ثم مصباح. إذا هادو هما المكونات ديال دارة كهربائية بسيطة. قاطع طيار ممكن أننا نزيده، ولكن في الأصل إلا كان عندنا غير عمود وأسلاك توصيل ومصباح راه ممكن نركبو دارة كهربائية بسيطة. ألوغ جو كومبليت لا فراز بور كونستيتوي أو بيان كونستيتوي، يعني باش نصنعو واحد الدارة الكهربائية بسيطة. أن سيركوي إلكتريك سامبل، دارة كهربائية بسيطة. إلفو دونك شنو خاصنا باش نصنعو واحد الدارة كهربائية اللي تكون بسيطة؟ أولا خصنا عمود اللي هو بالفرنسية اون بيل، العمود هو بيل، كنقولو اون بيل. دونك خصنا اون بيل بيان سور، زائد اون لامب، مصباح، اون لامب، خصنا لامب بيان سور، اون لامب. اي دي فيل، خصنا اسلاك التوصيل. اي دي فيل، كونديكتور. اي دي فيل كونديكتور، دونك هادو هما المكونات ديال دارة كهربائية اللي بسيطة، فيها العمود، فيها المصباح، وفيها اسلاك التوصيل. كما قلت لكم قاطع طيار فممكن اننا نزيدو فقط، اذا باش يسهل علينا الفتح والاغلاق ديال الداره دون المساس بالاسلاك بلا ما نقيسوا الاسلاك. اذا هادو هما الاجوبه الخاصه بالحصه الثانيه والحصه الاولى من الدرس الثاني. اذا الحصه الثانيه ان شاء الله غادي نتعرفوا على الاجهزه الكهربائيه، اذا المكونات ديال الاجهزه الكهربائيه والدور ديال الكهرباء، الداره الكهربائيه البسيطه في تشغيل هذه الاجهزه الكهربائيه اللي كنستعملوها في حياتنا اليوميه. كونوا في الموعد، الى اللقاء.